السلام عليكم. اليوم ويانا سيارة فورد تورس 2020 الجيل السابع. أطلقت أول سيارة عام 1986. صح هاي السيارة صنع في الصين لكن بأداء أمريكي. تعالوا نتعرف أكثر على بقية تفاصيلها. تجي التورس بهذا الشكل، شعار فورد لي فوق، شباك من النيكل، أضوية كلها للدات، تكون الإشارة مالتها بهذا الشكل التتابعي، لي جوا شريط من النيكل، أربع حساسات أمامية، قياس الويل 19 انش، أضوية بالمراية وبها نقطة عمياء، هواية بها نيكل، بالحواف الأبواب وبالمقابض هنا شريط لجوة، هالشكلها من ورا، هنا ستوب بريك، شعار فورد، شريط من النيكل، الأضوية مالتها كلها للدات، كاميرا، أربع حساسات خلفية، فتحتين اكزوز، الفئة الوية تيتانيوم، وهنا ايكو بوست. تيتانيوم تقريبا أعلى فئة، تجي وراها بس التيتانيوم بلاس، مو فرق هواية بالمواصفات. وبها هنا اللي قدام حساس مطر، لما يتمطر الدنيا الماسحات تشتغل من وحدها. محرك التورس يكون 4 سلندر 2000 سي سي توربو، قوة الحصانية 240، عزم الدوران 390، كلها ترى يمشيها 15.7 كيلومتر، يجي التانكي مالتها 64 لتر. دخول السيارة ذكي، وهاي البصمة مالته، قفل وفتح الأبواب، تشغيل السيارة عن بعد، فتح الصندوق، تكون بصمة بكل الأبواب. هذا شكل الباب من الجلد، تطعيمات النيكل، هنا ثلاث ذاكرات الكرسي السائق، تحكم بالشبابيك وبالمراية، سعة تخزين، هنا اللمسة اللي تشبه كربون فايبر، نظام الصوتي مالتها بنك أند أولفسون، شعار تورس بكل الأبواب، كراسي من الجلد بها 10 وضعيات، تحكم بها كهربائي للسائق والراكب. فتحة تبريد دار مدارها نيكل، هنا هذا التطعيم اللي يشبه كربون فايبر، تحكم بالأضوية، سعة تخزين صغيرة، عداد سرعة بها عدادين رحلات، تحكم باليسرى من هنا وباليمنى من هاي الجهة، تحكم مثبت السرعة التفاعلي، تحكم بالأنظمة الصوتية بها شفتر. دشبول مالتها من الجلد، نظام صوتي من 14 سماعة، هاي اللمسة اللي تشبه الكربون فايبر، شاشة بقياس 8 انج بها نظام ملاحة، هنا التحكم بالأضوية المحيطية بها 7 أضوية محيطية، هنا المود بها 3 وضعيات قيادة، نورمال وإيكو وسبورت، هنا تراكشن نقدر نفصله من هنا، تحكم بالميديا، تحكم بالتبريد، كرسي الراكب والسائق يكونون تدفئة تبريد، هنا سينك اللي هو يشبه أبل كار بلاي واندرويد أوتو، فورد سيارات فورد، منفذ 12 فولت USB USB تايب سي، جير مالتها فار 8 سرعات، هنا نقدر نحوله مانيوال، سايد بريك كهربائي، أوتو إنجن، أوتو هولد، تحكم بالحساسات، صرنا نعرفها لأنه هواي عندناها بهواي فيديوهات. حاملتين أكواب، أكثر مكان يبين بها الأضوية المحيطية هي بحاملة الأكواب. هنا التجربة مالتها، شاحن وايرلس، سعة تخزين، منفذ 12 فولت، شمسية بها مراية وضوء، أضوية مالتها التحكم بها لمس، تحكم بالأضوية، تحكم فتحة السقف بالبردة، هنا التحكم بالستارة الخلفية، فتحة سقف بانوراما، شمسية الراكب همين مراية،
الضوء ودخول الحاضر الخلفي. هذا شكل الباب، همية من نيكل بي سنتر لوك، ساعة تخزين. وانا مرجع الكرسي على اخر شيء تقريبا شبر، طبعا لانه السيارة طولها 5 متر. ساعة تخزين، فتحتين تبريد، بها التحكم بكرسي الراكب يوم ما تقدمه وتأخره، تصعده او تنزله. طبعا التجربة مالتها مميزة. حاملتين اكواب، هنا التحكم بالميديا، بالراديو تطفاء او تشغيله، هنا التحكم بالستارة الخلفية، بها ساعة تخزين، منفذين USB. هنا فتحة تودينا بالصندوق الخلفي. هاي شكل السيارة يبين هيجي من ورا. وهنا صندوق السيارة، حجمه كبير تقريبا 600 لتر، ما لقيته بالضبط ايش قد. هنا سعة تخزين، اتمنى عجبتكم التورس. للقاء مع سيارة الأخرى ان شاء الله. شكرا للمشاهدة.